إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كم في القرآن من أسرار! إعجاز القرآن وبلاغة القرآن تبهر عقول ذوي الألباب، ولكن القرآن لا يفضي بأسراره إلا لمن يتدبرون ويتفكرون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في القرآن الكريم إعجاز، وهذا الإعجاز يظهر من خلال سياق الآيات. نرى تقديما وتأخيرا، نرى تكرارا، ولكن حتى الإعجاز في الحرف والكلمة، كل كلمة تؤدي معنى وكل حرف يؤدي معنى. وهناك لفتات قرآنية عجيبة تبهرك بإعجاز بيان القرآن الكريم، منها فيما يتعلق بخطوات الشيطان. قال ربنا سبحانه وتعالى: وفي القرآن كله ترى هذه الكلمة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قالش ولا تتبعوا، لكن قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وحتى في لم يأتي في القرآن: ولا تتبعوا الشيطان، ولكن قال خطوات. فالقرآن الكريم يحذرنا من عداوة الشيطان الرجيم. لم يقل ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن معنى هذا تقليد والعياذ بالله، كأننا معجبين بذنوبه ومعاصيه فنقلده. لا، هذه لا تكون، هذه بعيدة إن شاء الله. لكن ولا تتبع خطوات الشيطان، أي أن الشيطان يرسم خطة لكل إنسان للإيقاع به في المعصية، كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يحوم حول قلب المؤمن، يشم رائحته، فينظر إلى مواضع الضعف فيه. بعض الناس قد يكون المدخل إلى قلبه المال، وبعض الناس يكون المدخل إلى قلبه المرأة، وبعض الناس يكون المدخل إلى قلبه الجاه والسمعة والشهرة، وبعض الناس يكون المدخل إلى قلبه أشياء أخرى. لكن هذه الشهوات التي تحيط بالإنسان، الشيطان يرسم الخطة لإيقاع الإنسان في المعصية. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، جاءت في أكثر من موضع من القرآن الكريم، منها في سورة البقرة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني ما يوسوس به ويأمركم به فاحذروا، لأن هذه خطة، خطة فيها خطوات، خطوة بعد خطوة بعد خطوة. وأيضا في موضع آخر قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي سورة الأنعام قال سبحانه: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي موطن آخر في سورة النور قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ما هي خطوات الشيطان؟ الشيطان يمضي مع الإنسان في خطة من أربع خطوات. الخطوة الأولى هي الإغراء بالمعصية، يزين المعصية، يشهن النفس لها. فإذا أغرى الإنسان بالمعصية فالإنسان نفسه تساعده للوقوع في المعصية، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأول خطوة أن الشيطان يلفت النظر إلى المعصية، سواء كانت هذه المعصية معصية بالنظر إلى الحرام أو امتداد اليد إلى المال الحرام أو قل ما شئت. بعد الإغراء يأتي تبرير الذنب. الإنسان وقع في معصية،
فالشيطان يبرر له الذنب، لماذا أنت غاضب من المعصية؟ كل الناس هكذا يفعلون، كل الناس يعصون، كل الناس يأخذون المال بالرشوة والمال الحرام، ويقول بعضهم المعيشة غالية والراتب لا يكفي، فيزين له أن الناس جميعا هكذا وأن هذا أمر عادي، فيبرر له الذنب حتى يخفف وطأة التأنيب والعتاب في نفس المؤمن. لأن الإنسان إذا وقع في الذنب تراه في حالة قلق، يخاف، أخذ حراما، نظر إلى حرام، فهو في حالة قلق، لأن من عصى ربه والله لا تراه مطمئنا أبدا، تراه دائما حائرا وضائعا، دائما في تيه، تراه دائما لا يعرف له وجهة، هو في الحياة في حالة نكد، يعيش عيشة النكد، معيشة ضنكة. لذلك الكفار حياتهم نكد ومعيشتهم نكد، ويريدون أن يصدروا هذا النكد إلى أمم الأرض كلها، لأن حياتهم كرب، وهم لا يعرفون معنى الراحة ولا الطمأنينة، بل يهربون من حياتهم بالسكر والخمر، لأن الذي لا يعرف ربه المقطوع عن الله ضائع حائر، حتى لو كان في الدنيا بين يديه ملايين الأرض. لذلك الشيطان يبرر الذنب، الذي أخذ مالا حراما بالرشوة يقول له أنت معذور، عندك أولاد كثير وعندك المال قليل والراتب قليل، فهذا المال لك حلال، فيبرر له الذنب والمعصية، إغراء بالمعصية وتبرير للذنب. الخطوة الثالثة تسويف التوبة. إذا استيقظ الإنسان، استيقظ صوت الإيمان في قلبه أنه لا بد أن يتوب وأن يستغفر، سيقول له عندك حق، ولكن ليس الآن بعد المعاش، أن تريد أن تعصي ربك وبعدين الآن تتوب ثم تعصي مرة أخرى في الغد؟ لا، ظلك في المعصية مرة واحدة، ثم إذا خرجت إلى المعاش أو وصلت إلى سن 60 اذهب إلى الحج، حج إلى بيت الله مرة واحدة، ترجع كيوم ولدتك أمك، وهكذا تكون قد اغتسلت وتطهرت وتنظفت مرة واحدة. انظروا إلى تلبيس إبليس، إلى الخدع، ومن أدراك أنه إذا كنت تنوي هذه النية الفاسدة أن يتقبل منك؟ أما قال ربنا جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال ربنا سبحانه وتعالى في موضع آخر عندما ذكر صفات المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه شرائط التوبة الحقيقية، لكن الشيطان دائما يأتي بالتسويف. لذلك أكثر من في النار من سوف أتوب، سوف أصلي، توب الآن، لا والله أول الأسبوع، توب الآن، لا بس أما يجي رمضان، توب الآن، ليس الآن، أنا الآن في ريعان الشباب وسأعصي مرة ومرة ومرة، عندما يشيب شعري أذهب إلى الحج. هل شرع الحج شماعة لهؤلاء العصاة الفجرة الذين يعربدون في الأرض يعيشون على هواهم ثم يخدعون أنفسهم أنهم يريدون أن يعيشوا بهذه الصورة ثم يذهبون فيرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم؟ الحج شاء ربنا جل وعلا أن تأتي هذه الفريضة وكأنها تتويج لحياة المؤمن، حياة فيها الإيمان، فيها الصلاة، فيها الصيام، فيها الزكاة والصدقة، ثم يأتي الحج يتوج هذا كله. انظر إلى خطة إبليس، إغراء بمعصية، تبرير للذنب، ثم تسويف للتوبة. الخطوة الرابعة هي الانتقال من الصغيرة إلى الكبيرة، ينقله من الصغائر إلى الكبائر، لأن الشيطان لا يقنع بمعصية واحدة ولا بمدى من المعاصي، ولكن يريد إغراق الإنسان في المعصية حتى في لحظات الاحتضار. لحظات الاحتضار آخر عهد الإنسان بالدنيا وأول عهده بالآخرة، يريد أن يحرمه من كلمة الحق، كلمة الإيمان. ترى تفصيل هذه الخطة في القرآن الكريم في عدة مواطن، أذكر مثالا لها. إخوة يوسف عندما وسوس لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم، ماذا كان التبرير؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. لماذا؟ الغاية حسنة، يخلو لكم وجه أبيكم،
طب وماذا نفعل في هذه المعصية وتكون من بعده قوما صالحين؟ انظر إلى خطة إبليس. الإنسان يقع في معصية وبعد ذلك يتوب ويتصدق ويصبح صالحا، كمن يقول أسرق هذه الصفقة وأخذ هذا المال الحرام ثم بعد ذلك لا أسرق وأتوب وأعيش على هذا المال. الحرام هو الحرام، ما أحله الله تعالى هو حلال إلى يوم القيامة، وما حرمه الله جل وعلا حرام إلى يوم القيامة، ولكن النفس تبرر. انظر إلى الشيطان يبرر للإنسان المعصية، تبرير الذنب أكبر من الذنب. لذلك حذرنا ربنا من خطوات الشيطان، إياك وبدايات المعاصي. حتى الزنا يبدأ بالنظر، لذلك أمرنا ربنا بغض البصر لحفظ الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه العلاقة السببية بين حفظ الفروج بداية من غض البصر. وأيضا في القرآن عندما نهانا عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. مجرد القرب منه بالنظر بالاختلاط المحرم بالسفور بالتبرج بإطلاق النظر للنظر إلى الشهوات المحرمة، كل ذلك يغري الإنسان بالوقوع في هذه الفاحشة. الفاحشة هي الغاية والنهاية، لكن لها مقدمات تفضي إليها. إياك أن تأخذ بمقدمات المعاصي، لأنها ستفضي إلى الكفر والعياذ بالله. والمعاصي أيضا بريد الكفر، كما أن النظر بريد الزنا، والعكس صحيح. الإنسان إذا أخذ ببدايات الطاعات، إن شاء الله الطاعات ولود ودود، كل طاعة تلد طاعة. إذا صليت في المسجد أحببت حلق العلم ومجالس القرآن، إذا جلست في مجالس العلم أحببت العلم فبدأت تدعو إلى الله، بدأت تطبق على نفسك فتزداد علما وتزداد إيمانا وتزداد تقى وورع. الحسنة مجلبة للحسنة، لذلك قال بعض السلف الصالح إن من علامة قبول الحسنة التوفيق لحسنة بعدها، أو من علامة قبول الطاعة التوفيق لطاعة بعدها. هكذا النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تستعملها في طاعة الله استعملت في معصية الله. والجوارح أمانة، قل إن البصر والفؤاد، قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه أمانات، فاحفظ الأمانة أيها الأمين. عينك أمانة، أذنك أمانة، لسانك أمانة، قلبك أمانة، مالك، صحتك، وقتك، ولدك، زوجك، كل هذه أمانات عندك، فاحفظ هذه الأمانة لأنك مسؤول عن الأمانة بين يدي الله. انظر من إعجاز القرآن الكريم أيضا إلى الفرق بين الحكم والفصل. مرة يقول يحكم بينهم، ومرة يقول يفصل بينهم. يا ترى ما هو الفرق؟ الحكم معناها القضاء، حكم يعني قضى بكذا. أما الفصل فإنه يكون أشد، لأنه يكون بين شيئين متباعدين، بينهما مسافة كبيرة، بين جهتين. لذلك التعبير القرآني جاء بحكمة دقيقة، مرة يقول يفصل بينهم، ومرة يقول يحكم بينهم. يفصل بينهم إذا كان كل منهم سيذهب إلى جهة، أما إذا كان الفريقان سيذهبان إلى جهة واحدة فيأتي بالقول يحكم بينهم، لأن الحكم معناه القضاء إلى جهة واحدة. أما الفصل فإنه يعني كل فرقة ستذهب إلى جهة. انظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد، في سورة الحج. لماذا قال هنا يفصل بينهم؟ لأنهم لا يذهبون جميعا إلى جهة واحدة، بل الذين آمنوا يذهبون إلى الجنة وغير المؤمنين يذهبون إلى النار، لذلك جاء بكلمة الفصل. أما في موطن آخر قال ربنا سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لماذا قال يحكم هنا؟ لأنهم جميعا سيذهبون إلى جهة واحدة، اليهود والنصارى. أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
انظر هم ملة واحدة، لذلك يذهبون إلى جهة واحدة، فجاء بلفظ الحكم وليس بلفظ الفصل. الإنسان إذا حكم يجب أن يكون عادلا، والإسلام انتشر بالعدل وانتشر بالشورى وانتشر بالصفات، صفات الإيمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتاع فرسا من أحد الأعراب، أعطاه الثمن وأخذ الفرس، فلما مضى به وجده معطوبا، فرجع إلى الأعرابي وقال له خذ فرسك فإنني وجدت به عطب معطوب ورد إلي مالي. قال يا أمير المؤمنين لقد بعته لك سليما، أنا بعت إليك هذا الفرس وما به عيب، وعندما مضيت به وجدت العيب، رد إلي فرسي سليما أرد لك المال، واجعل بيني وبينك حكما. فقال له عمر بمن ترضى؟ قال بشريح الكندي. قال رضيت به. فجاء شريح فحكوا له القصة. قال شريح الكندي رضي الله عنه ورحمه الله يا أمير المؤمنين هل أخذت الفرس سليما؟ قال نعم. قال يا أمير المؤمنين احتفظ بما اشتريت أو رد كما أخذت. انظر إلى الحكمة، احتفظ بما اشتريت أو رد كما أخذت. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضب وقال كيف يحكم بهذا الحكم وأنا أمير المؤمنين؟ تعجب عمر وأثنى على هذا القضاء الفصل وقال حكم عدل وقضاء فصل، وهل القضاء إلا هكذا؟ اذهب فقد وليتك قضاء الكوفة. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف ذكر هذه الكلمة الحكمة ولم يغضب عندما سمع القضاء الحق. هكذا القاضي يجب أن لا يحابي أحدا من أجل منصبه ولا من أجل ماله، ولكن يقول الحق حسبة لوجه الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما الذي في الجنة فهو الذي علم الحق وحكم به وقضى به، وأما اللذان في النار فأحدهما علم الحق وقضى بخلافه، وأما الثاني فإنه لم يعلم الحق فقضى بباطل. فالذي يقضي يجب أن يكون أن يقضي بعلم، وإلا فلا يقضي بين الناس. انظر إلى عظم العدل وقيم العدل. الله تبارك وتعالى أمرنا بالقسط وحرم الظلم على نفسه عندما جاء في الحديث القدسي ربنا جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. الظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم لا ترد، يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. القرآن الكريم إعجازه يبهر العقول والألباب، لذلك قفوا عند الكلمات. لماذا هنا قال يفصل بينهم ولماذا هنا قال يحكم بينهم؟ الحكم معناه قضاء، أي الكل يذهبون إلى اتجاه واحد، أما الفصل فإنه يعني أن كل فرقة تذهب إلى اتجاه هذه مصيرها غير مصير هذه، وهذا من الإعجاز في ألفاظ القرآن الكريم. أيضا من إعجاز القرآن الكريم الفرق بين الحلف والقسم، هي المادة واحدة، أما الإنسان يقسم أو يحلف المادة واحدة، الموضوع واحد، ولكن في القرآن الكريم اختلف. عندما يأتي ذكر الحلف فيقصد به الأيمان الكاذبة، أما إذا جاء القسم يقصد به الأيمان الصادقة. وقد جاء الحلف في 13 موضعا من القرآن الكريم، لكن كله جاء في الأيمان الكاذبة، اليمين الغموس. أما الأيمان الصادقة فجاء بها بلفظ القسم وليس بالحلف. قال ربنا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالحلف ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، هذا في موطن الكذب. إذن الحلف استعمل في مواطن الكذب أي الأيمان الكاذبة، لكن عند القسم قال ربنا سبحانه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا الفرق في الاستعمال بين الحلف وبين القسم.
الظاهر في الأمر أن كلاهما واحد، ولكن في الحقيقة يختلفان، استعمال هذا غير استعمال هذا. أيضا من لطائف القرآن وإعجاز القرآن كلمة ضلال استعملت في سورة يوسف في أكثر من موضع. عندما نسمع كلمة ضل عن السبيل، معنى الضلال أو ضل أي أنه ترك طريق الحق، أو أنه أراد أن يصل إلى الحق فسلك طريقا آخر فضل الطريق. لكن استعمال كلمة ضلال لها معنى آخر. كلمة ضلال معناها عدم الوصول إلى الحق، أو معناها الوقوع في الخطأ حتى لو كان الإنسان على هداية، أو أن تصرفه غير سليم وغير لائق. ومن هنا استعملت كلمة ضلال في سورة يوسف في عدة مواضع بهذا المعنى، بمعنى الضلال أي الوقوع في الخطأ، وليس بمعنى الضلال أي الفسوق والبعد عن صراط الله المستقيم. من هذه المواطن في استعمال كلمة ضلال عند قول الله تبارك وتعالى في كلام إخوة يوسف أبناء يعقوب عن أبيهم، ماذا قالوا؟ قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، أي أبانا تصرف غير سليم عندما آثر حب يوسف وهو طفل صغير علينا نحن ونحن عصبة ورجال وأشداء كبار. فمن هنا قالوا أن هذا الحكم غير سليم، أبانا وقع في خطأ. فالمقصود ضلال مبين هنا ليس معناه ضلال الكفر أو ضلال المعصية، لكن مقصود بكلمة ضلال هنا أي الوقوع في الخطأ أو التصرف غير سليم وإن كان صاحبه صاحب هداية. أيضا هنا عندما كان يتذكر حزنه على يوسف عليه السلام فماذا قالوا؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي حساباتك ورأيك هذا خطأ غير صحيح، لأن يوسف أكله الذئب فأنت تظن أنه حي. فهم كانوا يتكلمون عن أبيهم وإن كان هذا لا يليق. فالضلال هنا لم يستعمل بمعنى الفسوق أو بمعنى الفجور أو بمعنى الضلال وهو تنكب طريق الحق، وإن بمعنى الوقوع في الخطأ أو التصرف غير الصحيح. أيضا عند ذكر النسوة صواحب يوسف قال ربنا سبحانه وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. مقصود الضلال أي أنها واقعة في خطأ جسيم، كيف يستعبدها شهوة حب لعبد من عبيدها أو خادم من الخدم عندها. إنا لنراها في ضلال مبين أي في خطأ فادح عظيم. فهذا الضلال المقصود به هو الوقوع في الخطأ، ولكن الله تعالى نجى يوسف عليه السلام من كيد هذه المرأة. وهذا شأن عجيب لقميص يوسف، فإن القميص الأول أظهر الله تعالى به براءة الذئب من دم ابن يعقوب، القميص الأول لم يكن ممزقا، لذلك علم يعقوب أن قميص ولده يوسف عليه السلام قميص ولده يوسف عليه السلام لم يمزق، فعلم بحيلة إخوته، فكان القميص الأول كشف كذب إخوة يوسف، والقميص الثاني برأ يوسف عليه السلام من تهمة امرأة العزيز، لأن القميص عندما شهد الشاهد قال إن كان قميصه قد من قبل، يعني هو الراغب فيها، لذلك شق قميصه من الأمام، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر، لأن الإنسان الذي يرغب في المرأة لن يشق قميصه من الخلف، وإنما المرأة هي التي تتشبث به فقدته أي قطعته من خلفه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فالقميص الثاني كان سبب براءة يوسف عليه السلام من هذه التهمة الشنيعة التي أرادت امرأة العزيز أن تلصقها بيوسف عليه السلام. والقميص الثالث كان فيه إظهار المعجزة، معجزة رد البصر ليعقوب عليه السلام، عندما عادوا بقميص يوسف عليه السلام وأسرعوا به فوضعوه على وجه أبيهم فارتد بصيرا بقدرة الله تبارك وتعالى. وكانت هذه معجزة ليوسف عليه السلام عندما أظهرها الله تبارك وتعالى على يديه. في قصص الأنبياء كثير من المعجزات، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
اقرأوا قصص الأنبياء، وقفوا في قصص القرآن عند كل آية وعند كل مشهد، وخاصة قصة يوسف عليه السلام. ربنا جل وعلا قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، الذين يريدون أن يتعلموا علاقة الإنسان بغيره، علاقة الإنسان بأبويه بإخوته، علاقة الرجل بالمرأة، علاقة الإنسان عندما يكون في حال المنصب أو في حال البلاء الشديد والكربة والغم. للإنسان في سورة يوسف أجوبة كثيرة على أسئلة محيرة قد تنضح في حياة الإنسان ولا يجد لها جوابا، ولكن القرآن الكريم كله نور وعلم وحكمة، ويكفينا والله لو تدبرنا في معانيه لكفانا وأجاب عن أسئلة كثيرة نحن في حاجة إليها. القرآن الكريم يعلمنا أن مواطن الإعجاز كثيرة، والإنسان عندما ينظر في قصص القرآن يتلمس هذه اللطائف. من هذه اللطائف العجيبة انظر كيف أسرع يوسف عليه السلام بعودة إخوته إليه. قال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. أمر فتيانه أن يضعوا ثمن البضاعة في رحالهم، لأن كانت قائمة على المقايضة، يعطون سلعة ويأخذون سلعة. فلما رجعوا إلى أبيهم وجدوا الثمن البضاعة موجود في رحالهم، وهم من أهل بيت نبوة، لن يستحلوا هذا المال الحرام، فيريدون الآن أن يعيدوا المال إلى يوسف عليه السلام. لكن بدل أن يرجعوا خاوين، يرجعوا ومعهم أخاهم الصغير الذي طلبه يوسف عليه السلام، وبذلك يأخذون ميرة جديدة وطعاما جديدا، وبالمرة يأتون بهذا الطفل الصغير. فانظر، هو يوسف عليه السلام يريد أن يرى أخاه الصغير، فجعل هذه الحيلة الحكيمة حتى يعودوا بأخيهم من بلدهم إلى يوسف عليه السلام في مصر. فانظر إلى هذه الحيلة التي عاد بها بأخيه عندما جعل ثمن البضاعة في رحالهم، وهم لأنهم من أهل بيت النبوة فلن يعتبروا هذا المال غنيمة، لكن لابد أن يرد إلى أصحابه. وهم عندما كانوا في مصر قال لهم: إن جئتم بأخ لكم من أبيكم سأضاعف لكم الكيل وتزدادون كيل بعير. فهم قالوا: هذه فرصة، نعيد الثمن إلى أصحابه ونرده إلى أصحابه، وبالمرة نرجع بميرة جديدة. لكن ما هو الشرط؟ الشرط: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فكانت هذه الحيلة الحكيمة التي ألهمها الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام حتى رد إليه أخاه. انظر إلى دقائق القرآن الكريم، هذه اللطائف القرآنية مبثوثة في القرآن كله، وهذا من إعجاز القرآن الكريم في قصصه المبهر المعجز. لكن ما علينا إلا أن نتلمس هذه المواطن حتى نأخذ هذه العبرة من كلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ببركة القرآن الكريم، وأن يرزقنا حسن التدبر فيه حتى نخرج بهذه اللطائف التي تدل على قمة الإعجاز، فنزداد حبا لربنا بتلاوة كتاب ربنا، ونزداد نورا بهذا القرآن الكريم، فهو نور البصائر ونور الأبصار. ألقاكم بإذن الله على خير وطاعة مع هذه اللطائف القرآنية، وجولة في رياض القرآن من سورة إلى سورة، من آية إلى آية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.